بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن فقيه نائب رئيس الجامعة الترابية لأكادير، مفوض في الممتلكات والتعمير وتدبير المرافق التجارية الأسواق. نعطيكم الواقعة اللي وقعت ولكم التقدير الكامل. اولا انا ملي جيت داك النهار كندير زياره بحال هذه دابا تفقوا ديالي، لان انا مرحله ديال اننا نقلوا الموظفين. الذي وقع انني جيت دخلت لهذه الاداره هذه بحال ديالها، دخلت كملت الدوره ديالي غادي خارج باغي نمشي في حالتي. اذا بي كانت تفاجئ موظفه جالسه في، راه وريتكم البلاصه فاش كنت جالسه، وهي جالسه وكتقول لي بصوت مرتفع، انا ما كنعرفهاش، قالت لي بصوت مرتفع انا راه ما غاديش نجلس تما في هذه البلاصه هذه. قلت لها الا لا هكا، الا لا الا ما كانتش هذيك البلاصه عجبك انت، انا راه ما عندي ما ندير لك الا لا. هذه الامور هذه اولا تمت بالتوافق مع رئيس القسم ديال الشرطه الاداريه، تمت بالتوافق مع النائب المكلف مفوض في الشرطه الاداريه، حاولنا نتوافقوا باش نلقاو مواقع، لانه كما كتشوفوا كما الممتلكات راه دخلتوا لقيتوا مكتب فيه اربعه ديال الموظفين. راه ماشي حنا عندنا اتساع وبغينا نخليو هذاك اتساع هكاك، ولكن حاولنا ان ندمجوا جميع واحد المجموعه ديال المصالح، واحد المجموعه ديال الموظفين في المكاتب، هادشي اللي عطى الله. وحنا راه الحمد لله غادي كنقلبوا الان على بدائل اخرى ان هاد الموظفين هذا. اذا ملي هاد السيده اولا هضرات معايا تكلمت معايا بدون تحيه بلا سلام لا كلام باق بربلاق، انا ما غنجلسش هنايا. قلت لها لا لا الا ما بغيتيش تجلسي هذاك شغالك، انا ما اولا ما لا يدلي في هادشي، ثانيا الا انت يا موظف ما بغيتيش تجلسي راه عندك الدار ديالك. انا اللي كنعرف في الوظيفه العموميه ان الموظف الا عنده اشكال كيتخاطب مع الرئيس ديالو، ورئيس المصلحه كاين، رئيس القسم كاين، النائب المفوض كاين، الرئيس ديال الجامعه اللي هو المكلف بالموارد البشريه. انا لا دخل لي في هادشي كامل، لا انا مكلف لست ولا رئيسا لمصلحتي المراقبه، ولست لا رئيسا لقسم المراقبه في الشرطه الاداريه، ولست لا نائبا مفوضا في الشرطه الاداريه، وبالتالي هذيك الموظفه انا ما تابعاش ليا. ملي بدات كتغوط بصوت مرتفع لان ما غاديش نجلس مع هذا، قلت لها لا لا راه ملي كيبغيو الناس يتذكروا ولا بغاو يتحاوروا كيتحاوروا بالتي بالحسنى وبالادب وبالصواب ماشي بالغواط. قلت لها علاش معصبه دابا انت هادشي اللي غتقولي لي؟ غتقولي لي غير بالخاطر، حنا ما محتاجينش اننا نتغاوطوا باش توصلي لي هذه الفكره هذه ولا تقوليها لي. غادي تقوليها لي بشكل بسيط، وانا هادشي تنقول لك يشهد الله انني هادشي اللي قلت، وما غنخبي حتى شي حاجه من داكشي اللي قلت. انا الحمد لله عندي الجرأه الكامله انني نعبر على الاراء ديالي ونقول داكشي اللي قلت وما كنتخباش من هذا. من بعد ملي اشتكت غوت هذا، قلت لها لا لا راه ما عندي ما ندير لك، بغيتي المره الثانيه والثالثه كنقول لها لا ما بغيتيش راه يمكن لك تمشي. قالت لي انا موظفه من حقي نبقى هنا. قلت لها لا لا بغيتي تبقي هنا راه غتبقي في اطار الظروف اللي هي مفره وهي مواتيه داكشي اللي عطى الله هو هذا. قالت لي لا سيدي انا ما غاديش نجلس تما، بقات جالسه في هذاك الكونتوار. شويه بدا الصوت يرتفع، قلت لها اسمحي لي لا راه انا تنعتبر بانه الانسان بعدا قبل ما يطلب الحقوق ديالو خصو يكون مربي، خص التربيه خصنا نكونوا، قلت لها خصكي تعاودي هذه النظره في التربيه ديالك. قالت لي لا انا مربيه ما تمربيه. المهم هادشي اللي كاين، انا اعتبرت المساله انا شخصيا التقدير ديالي المساله لا تستحق كل هذا، راه المصارن في الداخل ديالك راه كيتخاصموا وتيختلفوا، ولكن الاشكال كيفاش ندبروا الاختلاف ديالنا الا كاين. انا ما تنعتبرش بانه كاين اختلاف. اليوم اللي تيجي هاد الناس اللي تيقول لك لا هذه مناضله ديال حزب الاستقلال وهذا، اقول هنا هذه موظفه كغيرها من الموظفين، ما هنا لا اعتبارات ديال الحزب السياسي ولا اعتبارات ديال باك صاحبي ولا داكشي كله ما عندنا ما نديرو به. اليوم الاعتبارات الاساسيه ان الموظف يجب عليه ان يحترم المواطن قبل ما يحترم السياسي اللي كيدبر ولا اللي هذا. ولا انا كبشر اللي غادي تجي تهضر معايا كتهضر معايا بالادب وبالاسلوب ديال اللائق، الا كان شي خلاف راه نحلوه بالتي احسن، اما باش نبداو نتغاوتوا هذا ما لا داعي لذلك. ثانيا انا شخصيا ما كنعرفش هذيك السيده، ما كنعرفها لا اعرفها في الاخر ملي كثرت الغوات وهذا، قلت لها الله يخلي اشنو قلت لي شنو سميت بعدا هذه السيده؟ هي تكلمت قالت لي انا خديجه الفلكي. علاش كيدل هذا الشيء؟ انني لا اعرفها باسمها ولا بصفتها ولا واش هي مناضله ديال حزب الاستقلال او لا ديال حزب الاتحاد الاشتراكي او لا ديال حزب العداله والتنميه او لا ديال اي حزب كيفما يكون، لان هذه الاعتبارات بعيده عن التقدير. ديال الاقوال اللي دلت بها الاعلام المحلي تذكر باللي تعرضت لاهانه، هي الا كتعتبر هي بانني قلت لها انك ما مربياش، وانا كنقول بان هذه السيده اللي تجي كتكلم بصوت مرتفع وبدون تحيه وتتجلس في في الدخله ديال المدخل ديال البيرو بدل ما تجلس في البلاصه ديالها، باش هي احسن من الموظفين الاخرين كاملين؟ باش هي متميزه على الموظفين الاخرين كاملين؟ واش هي عندها شي حاجه ما كاينش عند الموظفين الاخرين؟
ولا حيت هي عود في حزب الاستقلال او لا يعود في حزب اخر والاخرين اللي ما منتمينش ولا ما منتمينش للنقابه. يعني هذوك الناس ما هاد 20 ولا 30 موظف اللي جات لهنا التحقت هنا ولا هما نتوما شتوا الحاله ديالهم وشتوا بانه كاين مكتب اللي قل من هذاك المكتب واصغر من هذاك المكتب جالسين فيه 4 ديال الموظفين. انا ما تنفهمش هذا هو السؤال. ثانيا واحد المساله بغيت نطرحها معكم الاخوان كجسم اعلامي، ملي تيعيط عليك واحد الاعلامي وتيبغي واحد الواقعه ولا واحد المعلومه معينه باحترامي الاعلام والصحافه، حنا ما عمر البيبان ديالنا كانوا مسدودين على الاعلام والصحافه وما عمرنا كنا كنخبيو شي معلومه الا كانت عندنا. المعلومه اللي عندنا كنعطيوها. اتصلوا بيا جوج ديال الاخوات انا ما عرفتهمش، انا ما تعرفش شكون، لانهم اللي تيعيط عليك الانسان في التليفون انا اللي ما كنجاوبش انا كنعيط لهم وعيطت عليهم فعلا. اتصلوا بيا كيقول لي لا، وبداو تيعطيو هما حطوا راسهم. اولا اللي تنعرف بانه الاعلامي اللي تياخذ المعلومه او اللي تينقل المعلومه الابجديات ديال هذا هو ان تياخذها كما هي بدون توصيف، هو ما عندوش الحق يدير التوصيف، هو عنده الحق ياخذ المعلومه بالحياد المطلوب والتجرد اللازم وينقل المعلومه كما وقعت والواقعه كما وقعت ويترك للناس هما اللي عندهم التقدير من الذي اخطا من الذي اساء. ملي كيوصل لمستوى ان الانسان تيقول لك هذا الشيء الصحفي او الاعلامي او ما يعتبر من يعتبر نفسه انه اعلامي وكيتصل بك او لمن تعتبر نفسها اعلامي وتتصل بك وكتقول لك بان هذاك اتهام خطير وبان هذا الشيء تجاوز الحدود باي صفه، باي صفه انك انت تدير التوصيف وتدير هذا. انا اللي تنعرف بانه اللي تيوصف ان العمليه اتهام من غير اتهام، ومن تنهضروا على الاتهام راه تندخل لواحد المجال اخر اللي هو المجال ديال القانون الجنائي. تهمه معناتها نهضر تهمه معناتها انك انا وقعت تحت طائله القانون الجنائي، واللي عنده الحق يوجه لي اتهام اللي تنعرف هو النيابه العامه والسيد قاضي التحقيق. اما الصحفي مفروض فيه انه ما يوجهش التهم، مفروض فيه انه ينقل المعلومه. انا هادشي اللي بغيت نقوله، انا هادشي قلت لكم بكل امانه وبكل تجرد وبكل موضوعيه، واتحمل كل المسؤوليات ديالي فهادشي، ما عنديش حتى شي اشكال فهادشي. ثانيا انا بلغني بانه هاد السيد، انا حنا ما جينيش هنا باش ننتقموا من الموظفين ولا نديروا الحسابات الضيقه ولا غنقل شي واحد، انا مترفع على هادشي بحال هاد الامور هادي. انا فوق هذا المستوى انني نتعامل بهذاك المنطق ديال ان تكون عندي السلطه ولا يكون عندي شي اولا ما عنديش السلطه وحتى الا عندي ما كنستعملهاش بحال هادشي. انا استعمل سلطتي ومهامي واختصاصاتي وصلاحيات ديالي في خدمه المواطن في التعامل بالادب وبالاحترام، ولكن ملي تيقلع عليا شي واحد الاحترام ديالو بالتاكيد انا ما غنسكتش ليه. اولا انا بشر كغيري من البشر، انا اكل هذا وامشي في الاسواق بحالي بحال الناس. ملي تيهضر معايا الانسان بالادب وبالصواب غنعطيه صوابه وغنعطيه كلامه وغنعطيه هذا، ولكن ملي تيخرج الحدود ديال اللياقه واللباقه المطلوبه انا ما تنمر هذا. وانا تنطلب هذا الواقع اللي قلت لكم الا زدت فيها غرام ولا هذا راه كاين الموظفين اللي حضروا هنايا يمكن لكم تستمعوا لهم وياخذوا ويعطيكم التصريحات ديالهم، انا ما عندي ما نخفي في هذا الشيء. وهذا الشيء اللي يمكن لي نقول لكم في هذا، ومرحبا حنا في اي وقت وفي اي لحظه مرحبا، غير هو باش نكون واضحين ونكونوا حاضرين. انا ملي عيط عليا مثلا سي بخات ولا عيط عليا شي صحفي كنعرفو وكنعرفو ديجا وكيعرفني ما عنديش مشكل نتواصل معاه ونقول ليه اللي غنقول ليه في التليفون، ولكن ملي تيعيط عليا اي واحد في التليفون كيكون صعيب عليا باش نعطيه المعلومه وباش ننقلها وباش هذا، اللي انا ما كنعرفش اولا شكون اللي كيهضر معايا، ما كنعرفش هذاك السيد واش هو فيه الحياد والموضوعيه باش ينقل الخبر كما هو، لانه وانا كنعرف بانه اي واحد كيتصل بيه راه كيسجل. هذا الشيء راه معروف الان لا عيب في ذلك، انا داك الشيء اللي غنقول كنقولوا يتسجل ولا ما يتسجلش راه ما عنديش اشكال في هذا الشيء. وشكرا.